طيلة أسابيع المسيرات لم تغب عدسات الكاميرا ولا أقلام الصحفيين عن تتبع أقدام المتظاهرين ولا عن إيصال أصواتهم ومطالبهم. الإعلام الذي يحتفي بيومه العالمي نقل منذ 22 فبراير أجمل الصور عن الشعب الجزائري وسلميته رغم الصعوبات والعراقيل. كان الموقف الصحافة محتشما من الحراك وكانت الصحافة والعقول الصحفيين الصحافة يعني المؤسسات الإعلامية الموجودة كانت محكومة بنوع من الشك والريبة في كيفية التعامل مع الحراك. الصحفيون الذين خرجوا لتغطية مسيرات الجزائريين المنادية بالحرية وبعد أن عانوا من التضييق وجدوا أنفسهم مع توالي الجمعات تحت مظلة الحرية. نحن نؤمن بما جاء به الحراك، نحن نثمن ما جاء به الحراك، طبعا نحن ليس إلا جزء من هذا الحراك، وبفضل هذا الحراك اليوم رانا حصلنا على اعتراف قانوني من طرف الحكومة التي كانت إلى وقت قريب تتجاهل هذا القطاع الذي هو يسمى يعني في الأعراف الدولية السلطة الرابعة. المتظاهرون وإن انتقدوا في بعض الأحيان مواقف الإعلام العمومي والخاص تجاه الحراك إلا أنه في نظرهم رقم مهم في معادلة المسيرات. كان اللي راهم يقوموا بالدور تاعهم يعطيهم صحة وإن شاء الله باسكو اللي نقول حاجة باسكو الإعلام يلعب دور هام في هذه الثورة باسكو هي واجهة لنقل المتطلبات تاع الشعب الجزائري ويعطيكم صحة. مطلب التغيير الجذري والرحيل الكلي لوجوه النظام لم يسقطه توالي الأيام ولا تعاقب الجمعات، وهذه المشاهد تتكلم لتنوب عن أي كلام. العشر الأوائل من المسيرات انقضت اليوم وللأسبوع الحادي عشر، ما يزال الجزائريون متمسكين بمطالبهم التي تنقلها وما تزال وسائل الإعلام منذ 22 فبراير لتصد بذلك كل أبواب الفتنة التي تقف في الحراك. لوكالة الأنباء الجزائرية من قلب الحراك عبد الحكيم بلغيث.